أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا الأخ الغالي جورج بول. خلونا نرحب فيه أول شيء. أهلا وسهلا فيك أخي جورج. أهلا وسهلا جيهان، وأهلا وسهلا بكل المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك جورج. طبعا أصدقائي مثل ما بتعرفوا اليوم موضوعنا الإرهاب الإسلامي، وموضوع بصراحة مهم كثير وشايفينه نحن على الساحة، وموضوع يعني إذا حكينا فيه يوم اليوم مرة بالأسبوع ما أظن وفي حقه، يعني موضوع شاسع عن موضوع الإرهاب. كلاتنا بنعرفه وكلاتنا عم نعاني منه وكلاتنا مثل ما بقولوا دقنا الأمرين منه. بقول جورج خلينا نبدأ من البداية. نحن بتذكر بالثمانينات كنا مراهقين، أنا كنت مراهق وكانت سوريا على لائحة الإرهاب من قبل الدول الغربية، فكان يطلع المقبور هذا حافظ أسد يقول يجب أن نعرف الإرهاب، يعني هن إرهابي هو الإرهابي الأول ولكن بيلعب فيه بيقول يجب أن نعرف الإرهاب. جورج ما هو تعريف الإرهاب؟ تفضل. الإرهاب هو أي فعل أو قول، لأن الإرهاب ما هوش فقط عمل، هناك أنواع عديدة من الإرهاب. هناك الإرهاب الفعلي أو العملي بالقتل والقمع، هناك الإرهاب الفكري، هناك أنواع كثيرة من الإرهاب. فالإرهاب هو إجبار الناس على فكرة أو على أيديولوجية أو على شيء رغم إرادتهم وعدم احترام خلفيات هؤلاء الناس أو إرادتهم، وهو دايما يعتمد على العنف، العنف الفكري، العنف اللفظي، العنف المعنوي، العنف المادي. فهو الإرهاب هو أي عمل يعتمد على العنف لإجبار الناس على اعتناق فكرة مختلفة عن أفكارهم. طيب هلا ممكن نعتبر الممارسات اللي عم بتساووها الجماعات الإسلامية نعتبرها إرهاب؟ طبعا هذا يعني هذا هو الإرهاب بعينه. يعني الجماعات الإسلامية ماذا تعتمد في ممارساتها؟ تعتمد على فرض الأيديولوجية الإسلامية أو الفكر الإسلامي على ناس مش مسلمين، أو حتى لو كانوا مسلمين لكن يعتقدوا فكرة أخرى عن الإسلام غير الفكرة اللي عندهم، ويدعموا هذه التصرفات بالعنف، سواء كان عنفا فعليا، عنفا جسديا، أو عنفا فكريا، أو عنفا لفظيا. هذا هو التعريف الإرهاب بعينه. يعني بكل تأكيد يعني هو الناس ما سمتهم إرهابيين من فراغ، يعني بصراحة جورج في مقولة كتير بنسمعها وبيرددوها بصراحة، خصوصا الكيوت جماعتنا هذول حبايبنا الكيوت بدون ما ندخل في أسمائهم، الإرهاب لا دين له، يعني الإرهاب هو بكل مكان وما له أي فكر، ما له أي أيديولوجية، ما له دين. شو رأيك بهالمقولة؟ هي مقولة تضليلية، يعني لأن يقصد منها لا يقصد منها معناها الحرفي، ولكن يقصد منها تبرئة فكر معين من أعمال إرهابية. صحيح أن فكر الإرهاب نفسه، أنك ترهب حد أو أن أنت تقمع حد أو تمارس العنف على حد، هي ما هيش ليس لها علاقة بالدين، أو ما هي يعني ما هيش مؤصلة في الدين. ممكن أنت تستعمل أي حاجة أخرى، يعني خلفية عرقية، زي مثلا الأحداث اللي حصلت في دالاس، هو إرهاب ولكن ما هوش لسبب ديني، هو لسبب عرقي. ممكن تستعمل أسباب أخرى كتير جدا عشان تقوم بأعمال إرهابية. يعني إنك تقوم بعمل إرهابي ليس من الضرورة أن يكون الدافع هو الدين، قد يكون هناك دوافع أخرى، ولكن هم مش بيستعملوها بالطريقة دي، أو مش هو ده القصد منها. القصد منها إن هم يقول لك إن الدين نفسه ملوش دعوة بالإرهاب، ولكن من يترجم الدين أو من يفسر الدين هو من يأتي بالإرهاب. هذا هو التضليل اللي بيقوموا به. لكن الحال في الدين الإسلامي، إن يعني هم بيقارنوا نفسهم بالأديان الأخرى، يقول لك مثلا المسيحية كان في إرهاب في القرون الوسطى، قامت الكنيسة بأعمال إرهابية، قاموا بقمع الناس أو إجبار الناس على اعتناق الدين المسيحي في أوروبا أو غير أوروبا، المحاكم، التفتيش او الانكويزيشن، دي اعمال ارهابيه. لكن الفرق بين دول وبين
الإسلامي، أن الإرهاب الإسلامي موصل له في النصوص الدينية، موصل له في الأحاديث، موصل له في القرآن، موصل له في تفسيرات الأئمة وأقوال ابن تيمية وكل هذا، كل هذا الفكر يعني لم يأتي من فراغ، ولكن هو موصل له في الدين. جورج، يعني شو هي المصادر الإرهابية أو الإسلامية للإرهاب؟ يعني إذا قلنا القرآن طبعا في هاي آية وعدوا لهم ما استطعتم لترهبوا، يعني لترهبوا به عدو الله، فكلمة الإرهاب هون هل يعني في نقاش، في انه بتقدر تناقش؟ يعني بيطلع لك المسلم الكيوت بقول لك الاسلام ما له علاقه بالارهاب، الاسلام هدول عم بيترجموا الاسلام، مثل ما قلت يعني تفضلت انت انه عم بيترجموا الاسلام على كيفهم، بس لما بتواجههم بهالايه هي ما بعرف، يعني بصير اللف والدوران. برايك يعني ما هو هذا الاساس اللي بيعتمدوا عليه الارهابيين؟ من حديث محمد جئتكم بالذبح وجئتكم بالقتل، ليست هذه الآيات والأحاديث هم اللي بيعتمدوا عليها مثلا جماعة داعش والنصرة وغيرهم والعالم هيك؟ هو ده امر مش غريب على رجال الدين او المعتنقين للدين او المسلم الكيوت او المسيحي الكيوت او الناس الكيوت دي كلها، ان هو يضللك ويحسسك في الاخر ان انت مش فاهم، او ان انت ظالم الدين، او ان انت فاهم الدين غلط، او ان انت ترجمت الدين غلط او فسرته غلط، عشان بس يعني لان الصوره واضحه جدا. والفرق بين المسلم الكيوت والمسلم اللي زي بتاع داعش او هذا المسلم الحقيقي، انا اعتقد ان هذا هو المسلم الحقيقي، المسلم داعش هو المسلم الحقيقي، ان هو ما بيحاولش يجمل الصوره، بياخدها زي ما هي. فالمسلم بتاع داعش لما بيجي يعمل عمليه ارهابيه او يذبح احد او يقطع راس، بيجيب النص زي ما هو من غير تاويل ولا تحريف ولا تجميل ولا لا اصل انت مش واخد بالك من اسباب النزول واسباب الطلوع واسباب مش عارف ايه، واصل لا الوقت ده كان مش عارف ايه اللي بيحصل، لا هو بيقول لك قال ابن تيميه عن رسول الله عن مش عارف ايه انه قال اعمل كذا كذا كذا، حز الرؤوس مش عارف ايه، هو بيجيبها زي ما هي. فهو راجل صريح جدا مع نفسه، يقرا الدين كما هو وينفذه كما هو من غير تجميل. المسلم الكيوت لانه عايش في مجتمع لا يقبل هذا الفكر، او عفى الزمن على هذا الفكر من وقت طويل جدا، فعايز يحسسك ان الدين ما هوش فيه غلط كبير يعني، ولكن لا انت ما تاخدهاش بقى بالمعنى الحرفي، ولا بس هنا كان في اسباب وهذه الايه نزلت في ناس معينين يعني اقتلوهم حيث وجدتموهم، يقول لك لا لا مش ده مش معناه الناس كلها، ده في ناس معينين ومش عارف ايه. طب تخيل انا راجل يعني ما سمعتش اي حاجه عن اسباب النزول واسباب الطلوع وماليش اي علاقه بالتاريخ بتاع المنطقه دي، انا كل اللي وصلني يعني المفروض اله هذا العالم اللي ارسل باخر كتاب له او اخر اتصال له مع البشر بعت لي القران، وانا كل اللي وصلني القران، انا ايش عرفني بقى ان دي بقى اصلا نزلت في معرفش مين وطلع مين؟ لازم انا مثلا عشان افهم القران لازم اخد دكتوراه في هذه العلوم الجاهله عشان افهم القران؟ هذا يعني ده تهريج يعني. انت لو الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي او ده نزل في ناس معينين ليه ما وضحش؟ يعني لما كتب آية اقتلوهم حيث ثقفتموهم ما قالش بين قوسين على فكرة مش أي حد، لا المجموعة دي بالذات. بكل تأكيد يعني، بكل تأكيد هدول جماعتنا اللف والدوران عندهم كتير. أنا بصراحة كنت عم بدي أحط فيديو، ما بعرف إذا بعثت لك إياه ولا لا، أظن ما بعثت لك إياه، ولكن بدي أحط فيديو. خلينا نروح على سؤال تاني اول شيء بعدين برجع الفيديو، واكيد راح نحط الفيديو. برايك جورج يعني التعليم، خلينا نقول التعليم المدرسي ان كان ولا التعليم الشرعي، ولا هل التعليم هي اللي تربى عليها الانسان المسلم منذ نعومه اظفاره، يعني غير تلقين الاهالي له دور في هيكلة الشخص الإرهابي المسلم الإرهابي؟ وإذا له دور يعني إلى أي مدى له دور في هيكلة شخصية الإرهابي؟ تفضل. بلا شك طبعا التعليم في المراحل العمر الأولى بالأخص تشكل شخصية الطفل بناء على ما يتلقاه، لان الطفل في هذه المرحله ما بيبقاش عنده العقليه النقديه اللي يقدر يميز بيها ما بين الصالح والطالح، ما بين اللي ينفع واللي ما ينفعش. الطفل في هذه المراحل الاولى من العمر
بيبقى أداة جيدة جدا للتلقي فقط يعني، وما عندوش العقلية النقدية، خصوصا إن إحنا في مجتمعاتنا لا نعلم الطفل إن يكون عنده عقلية نقدية، ولكن بنعلم الطفل دايما إن هو يسمع كلام بابا، يسمع كلام ماما، يسمع كلام المدرس، فهو كل اللي بننشئ الطفل عليه إن هو يكون يسمع الكلام، ينفذ الأوامر، يتلقى، يكون أداة للتلقي فقط. حتى نظام التعليم نفسه مش نظام زي الدول الغربية الكافرة الملحدة الصليبية الصهيونية، ولكن هو نظام احفظ وروح رص في اللي انت حفظته في الامتحان، مفيش اي عقلية نقدية، مفيش اي طريقة للتفكير او التوعية، هو بيسألك فيما حفظت. طبعا تربية المسلم والنشأة على فكرة، على هذه الآيات، على فكرة حكاية التبريرات اللي احنا بنسمعها دلوقتي من المسلم الكيوت دي ما ظهرتش الا في اخر 10 سنين تقريبا، لما بدأ العالم يوعى على كمية الارهاب الموجود في هذه الآيات وهذه الأحاديث. لكن زمان لما كنا في المدرسة كانوا بيعلمونا الكلام ده زي ما هو، لما كانوا، انا افتكر وانا احنا في اولى اعدادي خدنا هذه الايه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فما حدش جه في الشرح في الدرس اللغه العربيه يشرح لنا ان الكلام ده كان يخص ناس معينين، لا، الكلام كان واضح جدا بيكلم المسلمين اعدوا للكفار ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، ليه؟ عشان ترهبوهم بيه، لان هم اعداء الله واعدائكم. فتكون ان انت تخلي الطفل من منذ نشأته انت بتعرفه ان في اله، وهذا الاله هو ايه، بيبقى خلاص اقتنع ان هذا هو الاله وده اقرب شيء الى قلبي، وبعدين تيجي تقول له هذا الكافر هو عدو لله، فطبيعي ان انت زرعت فيه بذور الكراهيه الاولى لهذا الشخص من غير ما يعرفه، ولا يعرف افكاره، ولا يعرف عنه اي حاجه، مجرد ان هذا الشخص غير مسلم، او هذا الشخص انت اطلقت عليه لفظ كافر، او اي بقى بقيه الالفاظ، الصليبي الصهيوني الملحد الزنديق، هو عدو لله. فانت زرعت في هذا الطفل بذور الكراهيه الاولى، وبعدين بتبتدي تبني عليها بقى، كل ما بتقرا على مسامعه هذه الالفاظ وهو في هذا السن الصغير بيتزرع جواه هذا الارهابي الصغير، وتبتدي انت بقى ايه تسقي هذه البذره لحد ما تتفرع وتكبر وتبقى شجره ارهابيه كبيره يصعب جدا انتزاعها. يعني حتى الملحدين للاسف، في ناس، الواحد بيقابل ناس ملحدين كتير ما زالت الثقافه الاسلاميه متغلغله فيه لانه اتربى عليها سنين كتير جدا، فتلاقيه حتى بعد ما ألحد ما زال ملحد على مذهب أبي حنيفة النعمان يعني برضه بصراحة جورج، يعني هي القصة هاي مو بعض الملحدين، ليس بعضهم، الأغلبية الساحقة، يعني ملحد سهل، يعني آخر الأنباء أو آخر التطورات أو آخر النحفات، إنه في ملحد شيعي، في ملحد سني، في ملحد علوي، يا جماعة ما يعني، ما بعرف صراحة. أنا بعرف، بفهم الملحد اللي وصل لمرحلة من العلم إنه فهم وضعنا كبشر على هالكوكب، كيف جينا وشو طبيعتنا، شو طبيعة الكوكب، يعني وصلنا لمرحلة إنه فهمنا نفسنا أقل شيء، فهمنا الضوء حتى، فهمنا المسائل هي، فهمنا الكون، يعني فهمنا حركة الكون. ف بيرجع بيجيك واحد في شيء من العنصرية، وفي شيء من التكبر، وفي شيء، لك يا أخي أنت لسه، يعني ما بعرف الملحدين على كل، إن جورج ده اللي يوضح على فكرة أهمية التعليم، النقطة اللي أنت اتكلمت عنها، أهمية ده هذا مثل واضح جدا يوضح أهمية التعليم في الصغر، وكيف يؤثر التعليم على فكر الإنسان فيما بعد. فحتى بعد ما ألحد ما زالت، لأنه تعلم هذه التعليم في سن صغيرة جدا وحفرت بداخله، أصبح هذا الإنسان حتى بعدما ألحد ورفض فكرة الدين وفكرة الإله، مازال جواه هذه آثار هذه التعليم، فبياخد فترة صراع طويلة جدا عشان يتخلص من آثار هذا التعليم اللي تلقاه في الصغر. وده اللي يعني ينوب بالناس في هذه الأيام، إن أنت يعني حتى لو أنت إنسان مسلم أو مسيحي أو متدين، ما تربيش ابنك على الكراهية، ما تربيش ابنك على كراهية الآخر، ما تربيش ابنك على إن هو يفصل بين الناس بناء على شكلهم أو على لونهم أو على دينهم أو على معتقدهم، لأن فيما بعد هذا سيشكل مشكلة كبيرة جدا لهذا الناشئ المسكين اللي انت ربيت فيه جذور الكراهية منذ الصغر. بالضبط جورج، هل هالموضوع هذا انا كثير شاغلني بصراحه، الموضوع التعليم للاطفال، موضوع التعليم للاطفال كان بالمدارس ولا بالاسره. وقبل ما نطلع بالحلقه على الهواء كنا عم نحكي انه انا وانت وديفيد نسوي حلقه مع بعض
فقلت لي عندك عطلة أسبوعين. على فكرة أصدقائي الأخ جورج هو عنده عطلة أسبوعين من الآن، فالأسبوع الثالث راح يكون السبت موجود، وأنا بتمنى طبعا الأخ ديفيد راح يكون معنا، ويكون موضوعنا على التعليم الأسرة، التعليم المدرسي، تعليم الأسرة للطفل، كيف تربى الطفل. أنا بتمنى يكون هذا موضوعنا، وأنا كنت بحكي مع ديفيد قبل بشان هالموضوع هذا، فبالفعل أنا رايد أناقش هالموضوع هذا. طيب جورج، أنا راح أعرض الفيديو هذا للمسلمين الكيوت، أحبائنا يعني أخوتنا وأهالينا هن بالنهاية، يعني أولاد وطننا يعني بالنهاية أهالينا. فرجيهم إنه بيقول لك إن الإرهاب ما لا دين له، الإرهاب ما له علاقة بالإسلام، والإسلام السمح. فرجيك شيخ من شيوخ الإسلام كيف يفصل الإرهاب، هل الإسلام إرهابي والمسلمين إرهابيين ولا لا؟ خلونا نشوف سوا. أصبح عيبا نستحمي منه، حمل السلاح أصبحت وحشية رمادية. نعم، هم الغربيون والأمريكان كرجل يلبس ثوبا أبيض ويذبح شاة، فإذا انتفضت رجلها وهي تلفظ أنفاسها ونزلت نقطة على ثوبه الأبيض، فإن هذه الشاة ليست مؤدبة ولا مهذبة. نحن كذلك يريدون أن يذبحونا وهم يلبسون الثياب البيضاء، فإذا انتفضت فرائصنا نحن نخرج أرواحنا فنحن متوحشون. انظروا انظروا، إنهم همجيون، إنهم إرهابيون، إنهم متوحشون، إنهم من جماعة الجهاد. أصبح الدفاع عن الأعراض همجية ووحشية. لا بد أن تنتهك أعراضنا ونحن نبتسم في وجوه الذين ينتهكون أعراضنا. يجب أن تسلب أموالنا ونحن منحنين إليهم. يسير يسير، يجب أن تؤخذ مقدساتنا، فإذا حملنا رصاصة فنحن إرهابيون. إن كان الإرهاب هكذا فنحن إرهابيون. أما الناعمون، المدريد، المعتدلون، المرنون، المنفتحون، هؤلاء هم في واد ودين الله في واد آخر. في جلسة هادئة ناعمة، أولها البيبسي وآخرها الرز والكبسات واللحم. هذا الجهاد أصبح الجهاد لقاء ثلاثة من الشباب يقرؤون كتابا في مكان من الأمكنة أو في مكان من المساجد، أو مقالا ينمق بها الصحف دراهمها أكثر من كلماتها، أو كتابا يكتبه عن الجهاد ولم يطلق طلقة واحدة في سبيل الله، أو لم يبت ليلة واحدة مرابطا في سبيل الله. على كل أصدقائي، أظن أنا خربطت بالفيديو. هو الفيديو بنفس على فكرة نفس الشخص، نفس الشيخ كان عم بيقول نحن إرهابيون والإرهاب مؤمن. البرنامج ده ممكن يكفر. آسف حبيتك صايم قلبك. آسف، يعني نفس اللقاء ونفس الخطبة كان عم بيقول نحن إرهابيون والإرهاب عقيدة في ديننا. يعني هو الشيخ بيشرع للإرهاب. بس في شغلة، نقطة صغيرة، أنا نقطة بصراحة ما هي صغيرة، أنا كتير يعني فكرت فيها من قبل، إنه الغرب جاي يغزونا ويسبي أعراضنا. يعني لما الأمريكان، خلينا نقول لما دخلوا العراق كانوا عم جيبوا البنات العراقيات وعم بيمارسوا معهم الفاحشة أو الواتيفر يسموهم بنص الشوارع وعم بيغتصبوهم. يعني هالإسقاطات هي على العقل البدوي، إنه هن اللي
ان الدواعش مثلا لما راحوا على العراق ودخلوا وشافوا الازيديات وسبوهم وكل هالاشياء، هاي اسقاطات، كيف بتفسر جورج؟ هذه هي الطريقة اللي بيتبعها هؤلاء الشيوخ في زرع الكراهية في عقول الأطفال عشان تجندهم بعد كده إن هم يصبحوا إرهابيين، إن أنت تعيش في دور الضحية وتاخد كل المصايب اللي في الدنيا ترميها على شخص آخر عشان تسوق صورته، فينتج عنه إن أنت تخلي أنت بتربيه يكره الناس دي، ويبقى الحل الوحيد اللي قدامه إن هو يتبع سياسة العنف. فزي ما انت بتقول، هو يقول لك الامريكان جاءوا يغتصبوا اعراضنا والغربيين بيغتصبوا اعراضنا وياخدوا فلوسنا ويستبيحوا مقدساتنا ومش عارفوا يعملوا ايه، فبيصور لك صوره للي ما عرفش وما شافش ان الغرب ده جاي بيعمل زي بالظبط زي ثقافه المواطن الصحراوي العربي، اللي هو ثقافه ان احنا في الحروب. ما هي الكلام ده اللي كان بيعمله محمد يعني، والكلام ده في السيره النبويه وفي الاحاديث وبشهاده شيخ الاسلام ابن تيميه وبقيه الشيوخ المحترمين او الغير محترمين، ان هو الحرب هي ان انت تسبي السبايا وتسلب النساء وتسلب وتاخد الغنيمه وتوزع الغنيمه وتاخد الخمس. يعني ليه الناس ما تفكرش بنفس الطريقه اللي بيفكروا بيها في الغربيين، يطبقوا نفس المبادئ على محمد؟ هل محمد مثلا ما كانش بيعمل كده؟ يعني ايه اصلا نبي؟ يعني هذا الخلط برضو اللي عند الناس، نبي نبي يعني جاي يعمل ايه؟ جاي برساله من الاله لكل الناس اللي في العالم، مش للعرب فقط. ايه الفكره ان هو يكون دوله؟ يقول لك لا، الحروب اللي قام بها محمد دي كانت حروب للدوله فقط، يعني ملهاش دعوه بالدين، دي حروب للدوله. يعني ايه نبي بيؤسس دوله اصلا؟ يعني ايه نبي بياخد غنيمه وبياخد خمس الغنيمه؟ يعني ايه نبي بيتزوج النساء وعمال يتزوج في دي ويتزوج في دي وياسر دي ويسبي دي وحد يديله واحده هديه زي ماريا القبطيه، واحد ملك مصر اداها له هديه فخدها اتجوزها؟ ما علاقه ذلك بالنبوه؟ هل الراجل ده جاي يعمل نبوه ولا الراجل جاي يؤسس دوله؟ وبعدين كون ان انت اسست دوله ده معناه ان انت لازم يبقى عندك اعداء واصدقاء، فهل الرساله دي كانت جايه لهذه الدوله واصدقائها فقط وتعادي الناس، ولا هذه الرساله الى جميع سكان الكره الارضيه؟ فاذا كانت لجميع سكان الكره الارضيه وهي اخر رساله للعالم، لماذا تؤسس دوله؟ لماذا لا تصنع فكر فقط؟ بوذا لم يؤسس دولة، ولكن فكر بوذا انتشر لملايين ومليارات البشر. جميع الديانة الهندوسية، الديانة الكونفوشيوس، الناس دي لم تحمل سلاح، لم تؤسس دولة، ولكن دينها انتشر لمليارات البشر. ليه محمد أسس دولة أصلا؟ المسيحية حتى يعني لم تؤسس دولة، المسيح لم يؤسس دولة. طبعا الامبراطوريه الرومانيه خدت الديانه المسيحيه كالديانه الرسميه، وده كان سبب انتشار المسيحيه بعد كده، ان اصبحت المسيحيه هي الديانه الرسميه للامبراطوريه، فاصبحت ديانه الدوله، وده اللي خلى الدوله تنشر الدين لتفرض الدين على الناس. ولكن المسيح نفسه لم يؤسس دوله، ما فيش نبي سمعنا عنه ان هو اسس دوله، غير طبعا المعلم موسى هو كان رايح يؤسس دوله وبتاع، فراح برضو ايه عمل نفسه، لان هي الاسلام غالبا هو كوبي نسخة سيئة للديانة اليهودية، فهي نفس المبادئ نفس الأفكار نفس برضو فكرة تأسيس الدولة وأعداء الدولة وأصدقاء الدولة، وهو الموضوع كله وشريعة الدولة، هو الموضوع جاي عشان بس إيه حاجة غارقة في المحلية والقبلية. بالضبط بالضبط جورج بالضبط. بس أنا بصراحة لحد هالساعة هاي يعني تستفزني هلا لما بيقولك يجوا يغزوا وينتهكوا أعراضنا، لك يا أولادين ما بعرف يعني عيب أطالع كلمات ما يعني ما له طعمة، يعني من ينتهك الأعراض أنتوا يعني ما في الغربي أصلا ما بيفكر مسألة الأعراض، الغربي زلمة شبعان جنس يعني ما هو جاي لوجوهكم القبيحة يعني عندك. أنا أمشي بالشارع هون أشوف البنات الغربيات أجمل ما يكون، بده يعيفوا هدول ويجوا لعند وجاهكم الكحلة السوداء هي، يعني واحد يحكي إلا بهالطريقة العنصرية هاي، يعني مين بده يغتصب أعراضكم؟ أنتوا مين حتى يغتصبوا أعراضكم؟ بس أنتوا هالهوس الجنسي والهوس الغنيمة والغزو والوحشية اللي أخذ عقلكم، هذا الإسقاط على نفسكم. على كل خلينا ننتقل لسؤال تاني جورج، وفي عندي أسئلة على اليوتيوب كمان. شو الفرق بين الإسلام الإرهاب السني والإرهاب الشيعي؟ يعني خلينا
مفصل شوي. هلا مثلا مثل جماعة حزب الله، جماعة النظام السوري، العلويين الموجودين، يعني شفنا نحن على شاشات التلفزيون بالسكاكين كانوا يقتلوا الناس ويذبحوا الناس، يعني شفناهم بكل مكان بسوريا. أيام المظاهرات لما قاموا الناس تظاهروا ضد النظام السوري، شفناهم بالمدافع ضربوا الناس، يعني شفناه قدام عيننا ما عف وسيلة بالكيماوي بالطيارات، ما عف شيء عليهم. يعني الإرهاب الإيراني اللي عم سوي بصير باليمن بالعراق، كل هذا مقابل بالطرف الثاني الإرهاب السني. الإرهاب السني مثل النصرة، مثل داعش، الجيش الكر هذا اللي مسوي حاله، مثل جماعة هدول أحرار الشام، وهل تافين هدول الإخوان المسلمين. شو الفرق بيناتهم؟ في شيء فرق بين، يعني هلا اللي عم بتحاربوا على الساحة، إن كان باليمن إن كان بسوريا إن كان بالعراق، من الشيعة سنة، شو الفرق بين هالإرهاب والإرهاب؟ ما فيش فرق كبير، يعني ان هما بيعتمدوا تقريبا على نفس النصوص، باختلاف بعض الاختلاف بعض الاوريجينز او الاعمده الاساسيه عند الشيعة والسنه او المحدثين. يعني اعرف ان الشيعة ما بيحبوش احاديث ابي هريره، وفي اختلافات، يعني الائمه مختلفين عن بعض، ولكن في النهايه هي نفس الرساله، لان الاثنين يؤمنوا بمحمد، ومن امن بمحمد يجب ان يؤمن بارهابه، ويجب ان يفسر له ارهابه على اساس ان ده حاجه الهيه، وانت لو قلت عليه ارهابي تبقى انت خاطئ، ولكن عليك ان تقبل اعماله الارهابيه كاعمال نبي او رسول. ما يتحف عقلي فعلا هو السياسه اللي بيتبعها المجموعتين مع بعض، اللي هي سياسه انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. فتبص تلاقي مثلا لما طلع الخميني في ايران، لو عزلت احد الشيوخ المسلمين وقلت له ايه رايك في الشيعة، يقول لك كفره وروافد ويسب الصحابه ويسب اهل البيت ومش عارف ايه. طيب يعني الشيعة كفره. لو قعدت مع شيخ شيعي هيقول لك هؤلاء النواصب والسنه ومش عارف ايه واعداء بيت الرسول. بس لكن لما تحصل حاجه ضد الاثنين بيتحدوا في اتحاد آثم. هتلاقي مثلا لما طلع الخميني المصريين كانوا فرحانين، السنة كانوا فرحانين ان الخميني عمل دولة اسلامية في ايران بدل دولة الشاه، لان في الاخر هو يحمل امامة الاسلام. ولكن بعد ما ده يخلص، يعني لو تخيل معي المسلم انك خلاص كده ايه، العالم الغربي خلص، خلصنا من الجماعة الكفرة والملاحدة، هل انت هتبقى راضي عن الشيء اللي انت كنت عملت تشجعه من فترة؟ لا، مش هتبقى راضي عنه، وهتروح تحاربه وهيقعدوا ياكلوا في بعض. والصراع البهيمي من منذ 1400 سنة على شوية جرابيع وغنم قاعدين في الصحراء، علي ومعليش وفاطمة وزيد وعبد السلام ومش عارف مين، هيرجع تاني نفس الصراع البهيمي اللي هو مازال لحد النهاردة داخل النفوس. تلاقي مثلا حزب الله يدعم حماس، حماس حركة سنية، حزب الله شيعي، ولكن حزب الله بيدعم حماس. ليه؟ لأن هما الاتنين سياسة أنا وابن عمي على الغريب. طالما إسرائيل ده العدو الصهيوني الملحد الكافر، فإحنا من الاتنين هنساعد بعض. لكن وانس إسرائيل ما بقتش عدو، هناكل في بعض. ليه؟ لان نفس النصوص ونفس القران ونفس القرف ونفس محمد ونفس قرف محمد ونفس الفكر ونفس الاغتصاب والسبايا والنساء والقرف، نفس القذاره بتاعت القرن السادس هي موجوده في العقيدتين. الفرق بس من ايه، يعني انت تغسل صباع رجلك الشمال الاول ولا صباع رجلك، هي نفس التفاهات. يعني مين كان له ان يحكم هذه الامه البلهاء، علي ولا ابي بكر ولا اشكال، يعني حاجه زباله. بس اللي هو عايزين يجيبوا هذه الزباله ويفرضون عليها يفرضوها علينا في هذا العصر. حبيبي جورج بالفعل حاجه زباله، يعني زباله مؤذيه. المشكله يعني الزباله هي فيها بكتيريا مسببه للسرطان، مسببه للانفلونزا، مسببه لكل الامراض الموجوده، حتى البنكرياس. شالوا البنكرياس، قلت عادل امام واحد شو يحكي. طيب اذا قلنا السيد القمني طرح فكره كثير رائعه، انا بصراحه انا معجب بالسيد القمني على هالطرح الجميل الرائع هذا، انه الازهر
يكون منظمة إرهابية. طبعا الأزهر يمثل كل المؤسسات الدينية خلينا نقول الإسلامية، يعني مو فقط الأزهر أنا بريد يكون منظمة إرهابية، يعني كل شيء منظم، حتى المنظمة العالم الإسلامي هذا البطيخي دول العالم الإسلامي أو شيء من القبيل، كل شيء منظمة إسلامية لازم يكون منظمة إرهابية. برأيك شو رأيك بطرح القمني بأنه نصنف الأزهر كمنظمة إرهابية؟ بلا شك بلا شك الأزهر منظمة إرهابية، وأي حد يقول أي كلام مختلف عن ده يبقى إنسان جاهل أو يغفل الحقيقة أو مش عايز يشوف الحقيقة، يعني هو يعني يجهلها عن عمد. ماذا يدرس الأزهر يعني؟ يعني خلينا نشوف تاريخ الأزهر ده من البداية منذ أن أنشئ هذا المكان القذر. يعني ماذا كان الأزهر؟ كان جامع. بيعمل إيه الجامع ده؟ مليان شوية حوش جرابيع بيقولوا عليهم العلماء. أي علم قدموه؟ يعني متى قدم لنا الأزهر قبل مثلا الحملة الفرنسية؟ ايه اخر بحث علمي قدمه الازهر؟ ايه اخر تطور علمي عمله الازهر؟ ولا شيء. هو بس ايه فكر نكاح النملة المشركة ورضاع الكبير وبس، هو ده طول النهار، والخناقات اللي بينهم او المباهلات اللي بينهم مباهلات على هذا الفكر العفن. بعد كده لما جات الحملة الفرنسية والناس دي اكتشفوا ان هم غارقين في الجهل ويتأخروا عن العالم 500-600 سنة، ايه بقى اللي قدمه الازهر تاني؟ واصبح هذا الازهر جامعه ويدرس فيها بقى الطب والهندسه والصيدله وبتاع. طيب ايه اللي قدمته جامعه الازهر؟ يعني هناك لسته من الجامعات في العالم تقدم الجديد كل يوم. ماذا قدمت جامعه الازهر؟ ولا شيء. تعال بقى بص للمناهج اللي بيقدموها للعيال، يعني للاسف هم بياخدوا النشء من هو لسه في اولى ابتدائي، بيدخلوه الابتدائيه الازهريه والاعداديه الازهريه والثانويه الازهريه، وطول الوقت هو بيدرس الفقه والنكاح والنملة المشركة ومش عارف ايه ورضاع الكبير، هو ده كل اللي بيدرسه. وبعدين تلاقي كتب بقى مش عارف الاقناع في حل مسائل ابي شجاع، ايه بقى ايه اللي بيطرحه على الطالب عشان ينمي عنده العقلية النقدية؟ اسئلة بقى اللي هو لو انت في الصحراء ومش عارف وعدو الله مش عارف ايه، وبعدين انت جوع، تاكله ولا ما تاكلوش؟ يعني هو ده الفكر اللي بيخلي الطالب يقعد طول النهار يعصر دماغه فيه عشان يشوف هل ناكل الاسير ولا ما ناكلش الاسير، هل المسيح يدفع جزيه ولا ما يدفعش، هل اللي مش عارف المراه اللي عليها الحائض هل يجوز نكاح المراه الحائض ولا لا يجوز نكاح المراه الحائض. هو ده الفكر اللي هم بيعلموه للطالب، بالاضافه طبعا لبقيه بقى المناهج اللي يعني الكلام الواضح الصريح جدا في مناهج الازهر اللي بتكفر الغير وبتقول حكم التكفير بقى، يعني ما حكم النصراني في الدوله، ما حكم مش عارف مين في الدوله الاسلاميه. فإيه بقى يعني ماذا؟ طيب بدي أسألك، ما حكم ناكح النملة؟ يجب أن تسأل عائشة، يعني لأن واضح أن عائشة أخرجت حديث هذه الحديث وكان عندها نملة بتاعتها، فممكن يعني تسأل عائشة في ذلك. وطبعا نستثني الشيعة من الموضوع لأن الشيعة ما بيحبوش عائشة. يعني كلام هرتلة كله، يعني الكلام اللي هو افتراضات، حتى الافتراضات، يعني انت لما تحب تنمي العقلية الافتراضية عند الطفل بتخليه يسأل اسئلة افتراضية مثلا في الكون في الفلك في الصحة في اي شيء، فبتنمي عنده العقلية الافتراضية. لكن هؤلاء ايه اللي بينموا؟ ايه العقلية الافتراضية اللي بينموها عند الطفل؟ ان انت تاكل لحم الاسير ولا ما تاكلوش، ان انت مش عارف يعني كلام فاضي لا ينفع بشيء. خليه دلوقتي يفكر ناكل لحم الاسير، وقعد عمل بحث مطول وخد رساله الماجستير في هل يؤكل لحم الاسير ولا لا يؤكل، ايه اللي استفادت به البشريه؟ ولا شيء. لكن منهج الازهر طبعا بلا شك اي انسان دخل الازهر تعلم الارهاب على اصوله، لان الموضوع يعني هم يعتمدوا تماما على كل هذه الاحاديث والاقوال وابن تيميه ومش عارف ايه وحديث البخاري ومسلم، احاديث ارهابيه واضحه جدا، وهو ده اللي بيدرسه للطفل. فعايز مثلا الطفل اللي يدخل الازهر ده يطلع ايه؟ مثلا طيار؟ طبعا لازم يطلع ارهابي. طيب يا اخي جورج، بصراحه يعني موضوع الارهاب يعني ساعة لنتك فيها، أنا متأكد بده ساعات طويلة، خصوص الإرهاب الإسلامي يعني متفلسف له بشريعة الإسلام وفقه الإسلام. خلينا ناخذ كم تعليق من اليوتيوب. في الأخ محمد فضل عم بيقول: سلام أخ جان، لك ولضيفك الكريم، عندي سؤال لكما. معظم القادة في الجماعات الإرهابية وناس متعلمون ومن حملة الشهادات العليا في مختلف التخصصات، مثلا أيمن الظواهري طبيب جراح
أسامة بن لادن ماجستير في الاقتصاد، محمد مرسي دكتوراه في هندسة في الهندسة، والقائمة طويلة. كيف لرجل على درجة عالية من الذكاء والتعليم أن يقوم بمثل هذه الأعمال؟ القصد الإرهابية طبعا. التربية منذ النشأ، يعني الناس دي انت اقرأ بقى سيرة حياته، السيرة الذاتية بتاعته، هتلاقيه دخل المعهد الحرم مثلا، ولا دخل جامعة الأزهر وهو صغير، دخل مدرسة أزهرية. أين نشأ؟ أين نشأ هذا الشخص؟ ما هي التعليم اللي اتعلمها قبل ما يتعلم الطب أو الهندسة؟ لأن مش هيتعلم الطب والهندسة في سنة أولى ابتدائي، لكن قبل كده بيتعلم الصلاة، وبيتعلم محمد، وبيتعلم القرآن، وبيتعلم الأحاديث، وبيتعلم أن هناك الكفرة والزنادقة، وأن نحن خير أمة أخرجت للناس، وأن سيسود الإسلام فيما بعد، وأن رسالة محمد كانت رسالة إخضاع غير المسلمين. فأنت زرعت فيه بذرة الإرهابي، وكبرت بذرة الإرهابي. بعد كده بقى هو درس أي علم آخر، فيعني معظمهم فشل برضو. يعني أيمن الظواهري هذا طبيب فاشل، ساب الطب وراح دلوقتي بيعمل نكاح النملة المشركة، هو ده اللي هو متخصص فيه دلوقتي. هل هو طبيب ناجح مثلا؟ هل مثلا أيمن الظواهري له بحث ما في جامعة محترمة؟ لا. فمش كون ان انت دخلت كلية محترمة او حاجة فده معناه ان انت انسان ذكي او ان انت بتفهم، لا عادي. يعني هم بيعتبروها علوم بشرية فقط عشان بس تطفي على اسمه مصداقية. فلما يقول لك الدكتور أيمن الظواهري قال يعني الواد دكتور بقى ودرس الطب وبتاع، لكن في الاخر لا، هو برضو لو فتحت مخه هتلاقي محمد قاعد والخيمة موجودة والجمل والحصان، وابو بكر جاي برضو من بعيد، وعمر يقول له اشق عنقه يا رسول الله، اضرب رأسه يا رسول الله. هو ده اللي هتلاقيه داخل مخ هذا الانسان. مش هتلاقيه مثلا لما بينام يحلم مثلا بعملية جراحية نفسه يعملها، لا، هو بينام يحلم بالخلافة والرسالة وسيادة الاسلام على العالم. فهي دي النتيجة. بالضبط بالضبط. يعني يا اخي جورج، أنا طبعا السؤال كان موجه إلي ولك، فأنا من طرفي إضافة على اللي قاله أخونا جورج، في أشياء يعني مثل هذا محمد مرسي، أنت قلت لما زار باكستان وعطوه الدكتوراه الشرفية ما بعرف شو، يعني شوف شوف الفلسفة والسياسة دونت ميكس. يعني خلينا نجي بالتعليم، إذا التعليم مثل دكتور هذا أيمن الظواهري ولا غيره، ولا أغلب الإخوان المسلمين دكاترة على فكرة، يعني لما عم بدرسوا الطب يعني عم بيجوا بدرسون البيولوجي من البداية، بيجوا بدرسون بس فقط الشيء الضروري يدرسوه، ما بيدرسوه من البداية، ما في شيء. يعني هن أصلاً اللي حاطين المناهج هاي يعني مسلمين واصحاب لحى تقريبا اغلبهم، يعني مثلهم مثل الظواهري مثل غيرهم. يعني لما عم بيحط مثلا الطب ما بيجي بيقول لك والله بيدرسوا نظريه التطور، انه كيف تطور الانسان وجسد الانسان كيف تطور وهالمسائل هي. اظن دكتور جورج يعني افهم مني بهالموضوع، هذا بيعرف اكثر مني بهالموضوع، يعني بيدرسوها مباشر، بقول لك تعال القلب كيف تساوي له عمليه وشوية أعصاب من هون وأعصاب من هون، هذا اللي فهموا، بس ما فهموا كيف تطور وكيف نشأ، كيف البداية، كيف هالأشياء هاي. ما بعرف جورج إذا عندك رأي بهالموضوع، تفضل. يعني اللي أنت قلته سليم جدا. أنا أفتكر كان أنا يعني دخلت كلية الطب في مصر قبل ما أسيبها، قضيت فيها بعض السنوات، وكان أفتكر كان عندنا دكتور كان دايما وهو بيدي محاضرة عن حاجة يقول لك النظام ده مثلا او الطريقه دي احنا ماشيين فيها ورا الكفره الالمان، لكن الامريكان الله احرجهم عندهم نظام تاني مش عارف اللي هو نظام كذا، بس ده النظام ده عند الامريكان الله احرجهم. فهو ده في اثناء المحاضره انت بتسمع الكلام ده، ان ده ايوه دي العمليه دي احنا بنعملها بالطريقه دي مثلا، او الحاجه دي احنا ماشيين فيها ورا النظام ده او البروتوكول ده اللي عاملينه الالمان او اللي عاملينه الانجليز، بس الامريكان الله احرجهم عندهم حاجه تاني. فطول ما انت قاعد عمال تسمع الشتيمه للناس اللي هو بيعلمك علمهم، هو بيعلمك العلم بتاعهم بس بيشتم فيهم طول الوقت، عمال يشتم فيهم بالظبط. الناس دي بتاخد العلم ده كمجرد حاجه بس اللي هو ايه الاكل العيش، الطب ده هو درسه عشان ياكل بيه عيش، لكن ايه بقى البدايات المراحل الاولى ازاي وصل للحاجات دي، لا مفيش الكلام ده. حتى بيقول لك ان الامريكان دول مثلا، انا سمعت الكلام ده من دكاتره كتير، يقول لك الامريكان او الغربيين دول ربنا مسخرهم
عشان يكتشفوا الاكتشافات دي ويتعبوا التعب ده كله عشان احنا ناخده على الجاهز، فربنا مسخرهم لينا. لا هو انت ربكم مش مسخرهم ليك، وانتوا حيوانات بتاخدوا بس العلم وتعب الناس دي، انت بالعكس انتوا اللي متسخرين، يعني انتوا مجرد آلات ترديد، مجرد بغبغانات الناس بتتعب في العلم وتعمله وانتوا بتاخدوه على الجاهز، فمين اللي مسخر مين؟ بالضبط 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 اخي جورج. طبعا عندي سؤال ثاني هو ما له علاقة بموضوع الحلقة، ولكن بصراحة انا الاخ يمكن طرح الموضوع اكثر من مرة، ف وبما انه الدكتور جورج معنا فحابب اطرح السؤال كمان. بيقول عزيزي جان، انا متذكر لجميع ما يسمى منكر لجميع ما يسمى الاديان السماوية، ولكن مؤخرا تعرفت على تجارب الاقتراب من الموت. ما رأي الدكتور جورج وما تفسيره لذلك لتلك الظاهرة، وخاصة أن أصحابها رأوا الجنة والنار في غيبوبتهم، خاصة وأنهم وصفوا غرفة العمليات وما جرى بها من أشياء أثناء غيبوبتهم، وهل كان من وراء تلك القصص في اختلاف ثقافات وأديان يتخيلون أوهاما؟ يعني أنا بصراحة أنا شفت وثائقيات عن موضوع الاقتراب من الموت، بس الجنة والنار ما كان فيها، في طبعا غرفة العمليات والأشياء كان موجودة وشافوا، والنفق الأبيض بالنهاية وهالأشياء هاي، بس جنة ونار أنا ما سمعت فيها بصراحة. جورج تفضل. جورج، أولا لازم نميز بين حاجة اسمها الساينس وحاجة اسمها السودو ساينس. الساينس هو العلم الحقيقي المبني على أدلة والذي يتم تستطيع إثباته. السودو ساينس هو حاجة شبه العلم ولكن يتخللها الكثير من الاهواء الداخليه الغير مثبته، او يتخيلها الكثير من الاطروحات اللي ما عليهاش دليل، اللي بيقولوا عليها هايبوثيسيس او الافتراضيات. ده يعتبر سودو ساينس، زي فكره الانوناكي مثلا، ده سودو ساينس، والاطباق الطائره ومش عارف ايه، كل ده اسمه سودو ساينس. الموضوع قرب الموت ده او النير ديث اكسبيرينس، في ناس كتير عاملين سودو ساينس عليه، يعني هتلاقي وثائقيات كتير معموله عاملها عالم متدين وبيطرح فيها افكاره، وطبعا بيستغل منصبه العلمي عشان يحط فيها هذه الافكار السودو ساينس، هذا العلم الكاذب. لكن هتلاقي في الاخر ان اللي بيحكي، الشخص اللي بيحكي الخبره دي او اللي بيحكي اللي حصل، هتلاقي كل اللي بيحكيه يتناسب تماما مع ثقافته ومع فكره ومع ما كان مخزنا في عقله قبل ما تحصل الحادثه. فهتلاقي الشخص اللي كان في بيت مسيحي او في بيئه مسيحيه بيحكي ان هو مثلا شاف الرب يسوع، شاف يهوي، شاف الملائكه، شاف يعني الملكوت بحسب وصف الكتاب المقدس. الشخص المسلم هتلاقيه بيحكيه كما في عقله، محمد شاف محمد، شاف فاطمه، شاف علي، شاف مش عارف ايه. فده يقول لك ايه في الاخر؟ اولا الموضوع تستطيع ان انت تدرسه، وفي ناس محترمين بقى عاملين ساينس فعلا مش سودو ساينس، في كذا وثائقي ممكن ابقى ادي الجورنال لينك وبحطه في الديسكريبشن بتاع الحلقه. ناس عاملين ساينس فعلا بيقيسوا اللي حصل في الوقت ده ايه، كميه الكيميكالز بتاع المخ ايه، التفسير ازاي الظواهر دي بتحصل. فالموضوع علميا مفصل، يعني انت في هذا النير ديث اكسبيرينس الفكره كلها ان الاكسجين بيتمنع عن المخ، خليه المخ لما بيتمنع عن الاكسجين بيحصل خلل كبير جدا في الكيمياء، لان لو الاكسجين اتمنع فتنفس الخليه بيقل، فبالكيمياء العاديه بيصبح فيها خلل، هذا الخلل يؤدي الى اشياء كتير جدا، يؤدي الى ان انت تشوف حاجات، تسمع حاجات، خبره مخزنه في عقلك من وقت طويل حتى انت ما تقدرش تستدعيها، تبقى مخزنه في العقل الباطن ممكن تطلع في الوقت ده. كل ده متجمع في الاخر بيدي لك هذه الصوره، ان انا شايف اوضه العمليات، ان انا طرت وكنت واقف في السقف، ان انا شفت التانل فيجن. ايه التانل فيجن ده جاي منين؟ ليه كل الناس بيشوفوا التانل فيجن والبرايت لايت، الضوء الواضح في اخر التانل؟ كل دي عمليه كيميائيه في المخ بتخلي الخلايا يحصل فيها خلل كيميائي كبير جدا، ففي الوقت اللي بيحصل فيه الخلل الكيميائي ده بتشوف البرايت لايت. ايه البرايت لايت؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه بتشوف نور ساطع جدا؟ يقول لك كل الناس يوصفوا اللي حصل لهم الاكسبيرينس دي، يقول لك شفت نور ساطع زي نور الشمس، كاني واقف قدامه مش قادر اشوف. ايه اللي حصل؟ حصل في الفيجوال كورتكس اللي ورا ده حصل خلل كبير جدا في الكيمياء. فالفيجوال كورتكس ده ازاي بيشتغل؟ الصوره بتدخل للعين، العين بتترجم، بتدخل الاشارات العصبيه دي عن طريق الريتنا، بتدخلها للفيجوال كورتكس ده، فالفيجوال كورتكس بياخد الاشاره الكيميائيه يحولها الى صوره، وبعدين مخك يشوف الصوره.
لو انت في الخلايا دي حصل لها خلل، ممكن من غير اي اشاره داخله من العين هي يحصل لها بيرسبشن ان هي شايفه صوره. ويوجولي لان الكيمياء بتبقى اختلاف الكيمياء العالي جدا ده بيخلي الصوره دي مجرد نور، مفيش اي حاجه، مش شايف اي حاجه، مجرد نور، والنور ده بيبقى ساطع جدا. اول الخلل الكيميائي ده ما يتعدل بترجع تاني تحصل تشتغل الخلايا زي ما كانت في الاول، بتاخد الصوره من العين وتنقلها ونفس الكلام بيرجع تاني. فكلهم بيبقى عندهم نفس فكره البرايت لايت والتانل فيجن والكلام ده، بالاضافه بقى للحاجات الباقيه اللي بتحصل، يعني الحاجات اللي يقول لك بقى انا شفت اوضه العمليات، انا شفت مش عارف خالتي واحده شفتها بتاعك، انا شفت ستي ماتت ومش عارف وشفتها وقالت لي يا بنتي انت مش وقتك دلوقتي وروحي روحي وربنا معاكي وبتاع. ده بقى هي ما شافتوش فعلا، ممكن يكون المخ بيرسيفد الصوره بالطريقه دي بالاضافه للخبره المخزنه في المخ طلعت في الوقت ده، فهي كل اللي حصل ان هي زي الحلم بالظبط. يعني انت بتبقى قايم من الحلم، انت ما شفتش الحلم، ما شفتوش بعينك، انت شفته جوه مخك، ما كانش فيه اي اشارات عصبيه داخله من العين، انت شفت ستك في الحلم، حتى الصوره مش واضحه، حتى ما فيش حد قالك ان دي ستك، انت يو بيرسيفد ان دي ستك، يو بيرسيفد ان ده ابوك. بالضبط بالضبط اخي جورج. بصراحه انا كنت عم بحكي مع الاخ حكمت امبارح، كان عندي حلقه معه قبل الحلقه، كنا عم نحكي بنفس الموضوع، فقال لي بهالموضوع وشرحت له انه مساله التفاعل الكيميائي او خلينا نقول الكهرباء اللي بتوصل الخلايا الدماغ بين بعضها بتخف، فبشيء طبيعي انه النظر نحن ما بنشوفه بعيوننا، بنشوفه بمخنا، العين هي مجرد وسيله نقل الصوره للعقل حتى يشوف الصوره. هلا بنفس الطريقة نحن إذا شلنا الدماغ، غدش فكينا الدماغ وشلناه حطيناه على طاولة وقدرنا نوصل له كل الخلايا من خلال ديسك سي دي مثلا عن أي فيلم، أي فيلم موجود، ترمينيتر ولا أي فيلم كان موجود، ممكن توصل له نفس الطريقة. مثلا العين النظر توصل من السي دي لمكان النظر بنفس الخلايا، للكلام، للتفكير، للخوف، لكل هالاشياء، اشتهاء الاكل وأشياء. اذا حطيت السي دي وشغلته فالمخ بده يفكر حاله في عالم هو افتراضي ولكن في عالم حقيقي ويلمس الاشياء، ومثل فيلم ماتريكس يعني على نفس الطريقه كمان. فالمخ القصد انه لما بيخف منه هالاشياء فالطبيعي بده يشوف شيء بياض، لانه بالنهايه بده ينتهي بآخر النفق، إذا مات خلص وتوقفت الخلايا عن الشغل انتهى، فشيء طبيعي أظن هيك، ما ولا شو رأيك يا جورج؟ مزبوط مزبوط، تمام تمام، هذا كلام مزبوط. خلينا نرجع لموضوعنا، موضوع الإرهاب. من أظن سنة 2014 المهلك السعودية طالعت تصنيف بين المساواة بين الإرهاب، وأول مرة بتطالع تصنيف بالمساواة بصراحة، عندنا ما في شيء اسمه مساواة نهائيا، ولكن طلعوا شيء مساواة الإرهاب والإلحاد. شو بتقول بالإرهاب والإلحاد متساوين؟ كيف تشوف هالنظرة هاي؟ تفضل. في مثل مصري بيقول لك سلموا القط مفتاح القرار. انت جايب ارهابي تقول له عرف لنا الارهاب مثلا، يعني انت جايب ارهابي تقول له احكم لنا على الارهاب، هذه المهلكه هي اكبر دوله ارهابيه في العالم وتمارس الارهاب علنيا، تمارس الارهاب على المراه، جميع الفتاوى اللي طالعه من الدوله تمنع المراه من قياده السياره، دوله تقطع ايدي الناس في الشارع، دوله تقطع رؤوس الناس في الشارع، تمارس جميع انواع الارهاب، دوله اعتقلت رائف بدوي وتجلده 1000 جلده، دولة تمارس الإرهاب على شتى النواحي، وفي الآخر جاي بتسألهم إيه لو سمحت إيه رأيك في الإرهاب؟ يعني أقول لك إيه مثلا، يعني هقول لك آه لا الملحدين دول أصلهم إرهابيين، طيب ليه عملوا لك إيه الملحدين؟ يعني كيف أصبح الملحد إرهابي؟ إيه الأعمال الإرهابية التي قام بها الملحدين؟ ولا حاجة. طب أنتوا إيه أنتوا بقى يعني إيه ظروفكم بقى أنتوا في الموضوع الإرهاب ده؟ لا وقاعدين يأكلوا في بعض زي الحيوانات والشيعة ويروحوا يفجروا لهم مش عارف ايه وبعدين يقع عليهم ايه فيروحوا هم يموتوا في مين ورايحين اليمن يضربوا في الشيعه والشيعه يضربوا فيهم، صراع بهيمي. هم دول اللي بيعملوا الارهاب، انما الملحد عمل ايه في السعوديه؟ بالنسبه لك انت الملحد عمل لك ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه خالص يعني. لكن هو الارهابي لازم يتهم الناس بالارهاب.
بالضبط. للأسف الشديد الملحد راح فتح له ويب سايت للليبريين ولا ويب سايت للعلمانيين ولا أي فكر حر. يعني هذا العمل الملحد، يعني شو الملحد شو بده يعمل يعني؟ طيب خلينا، في عنا أسئلة باليوتيوب. الصديق مستر بلاك عم بقول: مرحبا صديقي جان وتحياتي للضيف الرائع، عندي سؤال، لو التجديد الخطاب الديني حصل هل سينتهي الإرهاب ولا لا؟ شكرا. يعني تجديد الخطاب الديني، يعني ما فيش حاجة اسمها انك تصلح شيء فاسد. يعني الشيء لو فاسد، لو دهنته، لو عندك بيت قرب يقع وبعدين رحت دهنت البيت دهان جديد، هل البيت مش هيقع؟ برضه هيقع. مشكلة الإسلام ان هو لا يصلح لإصلاحه من الداخل، هو نفسه مبنى قايل للسقوط، هو مبنى مشوه، هي الأساس نفسه أساس مشوه، فمهما دهنته من بره كويس هيفضل برضه أساس مشوه. طب خلينا نصلح الإصلاح، نفكر في موضوع الإصلاح الديني في الإسلام. هنعمل زي إسلام البحيري مثلا، فأول حاجة لازم تقطع الكثير جدا من هذا الدين، يعني لازم تقلمه بقى، تمسكه تشيل منه الأحاديث، تشيل منه السنة، تشيل منه السيرة، تخليه بس كل اللي فاضل منه القرآن. طب جوه القرآن هتلاقي برضه آيات إرهابية، هتعمل فيها إيه دي؟ هتحذفها. طب إيه اللي فاضل في الآخر من الدين؟ واحد. يبقى ملوش لازم اصلا الاصلاح الدين. يعني اصلاح في ايه بالظبط؟ هي منظومه لا يمكن اصلاحها. اللي بيعملوا اللي يعني الناس دايما بيبصوا على التجربه المسيحيه او التجربه اليهوديه ويفتكروا ان ده ممكن يحصل في الاسلام، وده لا يصلح. لان هاتين الديانتين، اولا التجربه المسيحيه كان الارهاب موجود في وقت العصور الوسطى والقرون الوسطى بناء على الفكر الكنيسي، لكن مجرد ما سقطت سلطة الكنيسة على الدولة وحصل الفصل بين الكنيسة والدولة، الكتاب نفسه ما فيهوش أفكار إرهابية كتير، في أفكار متخلفة كتير، في أفكار ضد العلم كتير، لكن وانس إن أنت فصلتها عن الدولة وفصلتها عن التعليم أصبحت أفكار تسكن في مبنى الكنيسة، عايز تعرفها أنت روح الكنيسة عرفها، مش عايز تعرفها خلاص ما تتعبش نفسك. الفكرة اليهودية هو كل الفكرة بالنسبة لهم إن هو نحن الشعب المختار، نحن شعب الله، احنا اللي مستنيين هذا الكائن اللي هيجي المخلص وبتاع. بس مفيش برضو، يعني محمد خد الموضوع للنيكست ليفل، اليهود ما عندهمش فكرة ان انت تنشر الدين، وده اللي خلى اصلاح اليهودية ممكن، ان انت هو بس ايه الكلام ده لينا احنا بس، لكن انا ما عنديش فكرة ان انا انشر الدين، ما عنديش فكرة الدعوة. بالعكس هم لا يقبلوا حد في وسطهم خالص. يعني لو انت حبيت ان انت تتهود او ان انت تنضم لهذه العائلة، هي عائلة مغلقة وما بيقبلوش حد في وسطهم خالص، فهم لا ينشروا دينهم ولا يسمحوا لك حتى بدخول دينهم. وصعب جدا 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 ان هم يقبلوك لو انت مش يهودي ان انت تبقى يهودي، صعب جدا يعني، وبيدخلوك في مراحل كتير جدا عشان يقبلوك كيهودي. لكن محمد خد الموضوع للنكست ليفل بقى، لا ده انا مش بس انا اخير امة اخرجت للناس، ده انا عايز اقمع الناس كلها واخلي الناس كلها يا اما يبقوا مسلمين يا اما يبقوا عبيد عند المسلمين. بالضبط هو دي اللي هيتم اصلاحه. بالضبط جورج، يعني في مثل بيقول: لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. المشكلة الإسلام قاسي جدا، يعني لا يصلح إلا بكسره وإنهائه، يعني هذا الشيء الوحيد. يعني أنا أتحدى أكبر مصلح، أكبر مصلح في التاريخ يجي يقدر يصلح الإسلام. يعني الإسلام لا يصلح، الإسلام يا بتاخده كما هو إرهاب وجهاد ونكاح ونفاس وبطيخ وكل هال الخزعبلات والترهات الموجودة فيه، يا ما بدك تلحد فيه وتكبه. يعني مستحيل تلاقي في خط وسط بين الإسلام تقدر تصلحه. طب خلينا نروح على سؤال تاني. الأخ عمول تعلم أكثر، راكو واتيفر، عمول: مساء الخير عليكم، كلامكم ممتع ومقنع ويدير العقول، لكن عندي سؤال: كيف استطاع الصعاليك هزيمة الفرس والروم ووصلوا حتى إسبانيا؟ وشكرا. ده سؤال رائع. أنا من عشاق التاريخ، يعني أنا أعشق حاجتين في حياتي غالبا ما بعملش غيرهم، الطب والتاريخ. التاريخ هو اللي بيفهمك كل اللي بيحصل حصل ليه، وحتى بيفهمك الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي بنعملها ليه. في الفترة التي قويت فيها شوكة الإسلام وهؤلاء الصعاليك الصحراء، الإمبراطورية الرومانية كانت بتمر بمرحلة ضعف شديدة جدا، وكانت الإمبراطورية الرومانية منقسمة إلى جزء شرقي وجزء غربي. الجزء الشرقي كان عاصمته القسطنطينية اللي هي دلوقتي في تركيا، والجزء الغربي كان في روما.
وفي روما، لان روما كانت الامبراطوريه الام، بدا الالمان يتغللوا يتوغلوا داخل الجيش الروماني، واصبح كثير جدا من الضباط لهم اصول المانيه، وهو في عداء تاريخي بينهم وبين الرومان، فاصبحت الامبراطوريه الرومانيه في اقصى عصور ضعفها، وحصلت مشاكل كتير جدا بينهم وبين بعض، وانقسمت بعد كده روما الى دويلات صغيره، والامبراطوريه الشرقيه اصبح ما بيجيلهاش الدعم اللي بيجيلها من الامبراطوريه الغربيه، فاصبحت فيري فولنربل، يعني بقت عاريه ما فيش اي دعم ليها، فسهل عليك ان انت تقتحمها. وحتى هم ما كانش الموضوع بالسهوله ان هم دخلوا زي مصر مثلا، دخلوا كده خمس ست ايام خلاص احتلوا الدوله كلها، ده حصروا القسطنطينيه وقت طويل جدا، وكان صراع دموي يعني لحد ما قدروا يدخلوا القسطنطينيه. الفرس نفس الكلام، يعني الفرس كانوا بيمروا بعصور اضمحلال كبيره جدا، وكان بدا الوهن والضعف يقتحم اصول الامبراطوريه، عشان كده بقت فريسه سهله جدا لهؤلاء الرعاع اللي جايين من الصحراء، وخصوصا ان هم مش رايحين يحاربوا زي المواطن الفارسي اللي كان بيحارب عشان الدوله وبتاع، لا ده رايح يحارب عشان الاله والحياه الاخرى والسبعين حوريه، فهو عنده دافع اقوى لان هو يقاتل اكتر. حتى وصلوا لاسبانيا، الاسبان برضو لم يكونوا، لما وصل طارق بن زياد لاسبانيا ما كانوش متوقعين ان العدد ده كله جاي، وكان في مشاكل كتير جدا داخل الامبراطوريه الرومانيه زي ما قلنا، وكانت اسبانيا بتمر بعصر من الضعف، واول ما قويت شوكه الدوله الاسبانيه تاني طردوا جميع المسلمين. يعني بصراحه كمان انا بحب اضيف انه سبب اخر، انه كانوا الجياع، هن الصحراويين كانوا جوعانين بشكل عجيب يعني، فلما طلعوا مثلا بالعراق بالشام شافوا الزراعة وشافوا أنواع الفاكهة ما كان يعرفوها أصلا، يعني مثلا مثل الكرز والمشمش والأشياء هاي، ولا كانوا أصلا يخطر لهم شيء من الطماطم، ليش ما ذكر الطماطم بقرآنه يعني، فبصراحة توحشوا وشافوا البنات الجميلات، فمات راح على الجنة وكل أكل وشرب وخمر ونعاش كمان له سبايا ولو، فتوحشوا بهالاشياء هي. وكما ذكر الاخ جورج يعني انه الامبراطوريات الموجوده كانت في حال ضعف اصلا هن يعني. حتى اللي في حديث لمحمد كان بيقول اغزوا الروم تغنموا بنات الاصفر، اغزوا تبوك تغنموا بنات الاصفر، صحيح صحيح، البنات الشقراوات يعني. فطبعا يعني انت كشاب جعان جربوع جاي من الصحراء، ما يعني ما شفتش الا نسوان غفر كلهم بشنبات وبتاع، رايح هناك تشوف بنات الاصفر، فيعني هذا دافع جيد، لو كسبت هتغنم بنات الاصفر، لو ما كسبتش هتطلع للحريات الحسنوات، فهو وين وين سيتويشن يعني. بالضبط بالضبط. طيب اخي جورج، نحن وصلنا لنهايه الحلقه، وانا بتشكرك كثير على تواجدك معنا، بس في عندي سؤال اخير، الارهاب الى اين؟ لوين ماشي الارهاب؟ الإرهاب إلى زوال يعني، ما الطبيعة تعلمنا أن الإنسان، تطور الإنسان أو تطور الكائنات دايما يذهب إلى ما هو أصلح والاختيار الأصلح ومش للأقوى، يعني دايما الناس بيفسروا هذا اللي يقولك البقاء للأقوى، هو البقاء مش البقاء مش للأقوى، البقاء للأصلح. فلو البشرية هتستمر يجب أن يتم القضاء على الإرهاب أو سيسقط الإرهاب، لأن لو الإرهاب لم يسقط سنختفي كلنا كبشر. لو هذا الجنس عايز يستمر ويفضل عايش طبيعيا لازم يلفظ الارهاب، وسيلفظ الارهاب، وبدا يعني متهيألي الصوره واضحه جدا لكل الناس، يعني حتى اللي مش متابع الاحداث قوي، الناس بدات تصحى في دول كتير جدا من الدول اللي كانت نايف او الدول الغربيه اللي كانت مش فاهمه الموضوع قوي، بدا حتى المواطن الشارع العادي يقرا ويفهم ويتثقف ويعرف. فالموضوع مساله وقت، وفي النهايه يجب ان يدحض الارهاب ويجب ان يسقط الاسلام، لان لو لم يسقط الاسلام سيتم تدمير العالم. دي ناس بتحلم ان هي تحكم العالم، لو حكموا العالم الى اين سيذهب العالم؟ هنموت كلنا، العالم كله هيذبح بعضه، فحاجه من الاثنين، يا اما نستمر كلنا كجنس بشري يا اما يذهب الاسلام الى الجحيم. والشيء الطبيعي انه الاسلام وكل الفكر الغيبي اللي ورثناه من القرون الوسطى راح ينتهي، يعني انتهى كثير شيء كثير منه وراح ينتهي. وانا قريت امبارحه مقوله على الفيسبوك للبابا راس الكنيسه،
بإيطاليا إنه شو كان عم بيقول، لا وجود للجنة والنار، لا وجود للجنة والنار، وآدم وحواء أساطير. أنا كنت أتمنى من رأس الكنيسة من 500 سنة يحكي على الحكي هذا أيام غاليليو غاليلي، يعني الناس الطيبين اللي طلعوا هذاك الوقت. فمثل ما قال أخونا جورج، يعني الفكر الغيبي هذا واللي كل شيء ورثناه من القرون الوسطى هذا إلى زوال، يعني شيء طبيعي. هذا نظام التطور الماشي في الحياة، يعني هذا احتياجات الإنسان واحتياجات حجم الدماغ والتطور اللي صاير، ونحن بمرحلة مفصلية، وأكيد البشرية راح تقدر يعني تمشي تقفز على هالمرحلة هاي، مثل ما دخلت عصر الزراعة ومثل ما دخلت كل هالعصور. فهالعصر الديني هو عصر قصير جدا بالنسبة لعمر الإنسان، يعني بصراحة يعني very very short age مثل ما بقوله. فأنا متأكد راح تنتهي، والإنترنت كفيل بهالشيء، والعقل الإنساني كفيل بهالشيء هذا. طبعا أنا بتذكر أصدقائي إنه صديقنا وأخونا جورج عنده عطلة أسبوعين بمناسبة الامتحانات، عنده امتحانات. نتمنى له التوفيق، ونتمنى من أخوتنا المسلمين إنه يدعوا له بالنجاح، بلكي عسى ولعل، بس مو إذا نجح تقول والله ربنا نجحه، يعني هو الزلمة مجتهد يعني ما بده. وعلى كل حال هو راح يرجعنا بعد 3 أسابيع، وأنا أتمنى يكون هو والأخ ديفيد في حلقة واحدة مع بموضوع التعليم والأسرة ونشأة الإنسان المسلم أو الإنسان الشرق أوسط اللي شايفينه هذا. جورج، إذا في عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها بموضوع الإرهابات وتوجهها لأصدقائنا وأحبائنا. أنا أتمنى بس من الناس اللي بتاخد على عاتقها تبرئة الدين، فقط لهدف تبرئة الدين، إن أنت يعني ارتاح شوية، يعني اطرح عنك الفكر الديني لثواني المحدودات، وفكر في الموضوع بطريقة عقلانية منطقية قبل ما تقعد تبرر لمجرد العصبية القبلية اللي جواك، أو إن أنت بتدافع عن فكرة أنت تربيت عليها من غير دليل. بدل ما تقعد تدافع، اقعد فكر الأول لمدة ثواني، لو أنا سمعت الكلام ده اللي بيتقال في الإسلام عن أي دين آخر، لو أنا سمعت أنه في الصين، في قبيلة في الصين بتقول إن إحنا جالنا رسول، وهذا الرسول بيقول إن ديننا لازم ينتشر، وسنغزوكم وسنأخذ الجزية منكم وسنحكم العالم، هل أنت الكلام ده بالنسبة لك لو حد جه قاله لك عن قبيلة في الصين أو عن نبي في الصين، هل أنت هتقبله عادي، أو هل هتبرر لهم بنفس التبريرات اللي أنت بتبررها لدينك، ولا هتعتبر الموضوع اعتداء عليك؟ لو توصلت مع نفسك لان ده عادي جدا زي ما انت بتقوله، ان ده لا ليه اسبابه، وان الناس دي ناس كويسين وبتاع، خلاص ساعتها انت يعني بقى انت وصلت النتيجة مع نفسك، ان اي حد بقى بعد كده تجيله نفس فكرة الدين فكل الكلام يمشي عليك زي ما كلامك يمشي على بقية الناس. لو توصلت لان الكلام ده لا ما ينفعش، وما ينفعش حد يجي تاني من قبيلة اخرى في اقاصي الارض يفرض عليا فكرته او يفرض عليا رأيه، ولو انا ما قبلتش يجي يقتلني ويغتصب نسائي ويأخذ أموالي، يبقى إذا نفذ نفس الكلام على نفسك. بالضبط جورج، بالضبط. وأنا يعني مثل ما بقوله أضم صوتي لصوتك بهالطرح هذا بالفعل، يعني لو بس إنسان يفكر يعني للحظة أنه يجيك واحد من مثلا من أدغال أفريقيا قال لك والله قبيلتي هي طلع عنا نبي، لازم نغزوكم، أنتوا بناتكم بيض وحلوين، لازم ناخذ بناتكم، يا تدفعونا جزية تصيحوا، يا تصيحوا معنا ولا ويه. يعني لما يسمع الشخص الغربي الله اكبر، هي نفس الهرتلات مثلا، دعويه نفس الاشياء يعني. فيا ريت نفكر فيها، يا ريت نقدر نوصل للمرحله انه نكون حياديين بكل معنى الكلمه. انا بشكرك كثير جورج، وبشكركم اصدقائي على المتابعه. الى اللقاء في حلقه قادمه، اكيد بكره رح تكون لنا حلقه مع الأخ حسن ضياء من تونس، ومسألة الوجود وماهية الوجود. شكراً لكم، إلى اللقاء. شكراً جورج. شكراً. شكراً حبيبي، شكراً.